خالد، افضل شريك لمساعد ندى بقلب الدفاع خالد محمد ابراهيم ولا عبد الرحمن العنزي؟ خالد محمد ابراهيم. اصعب لاعب مهاري واجهته فهد العنزي ولا فيصل زايد؟ فهد. فهد العنزي. إيه على صوتك مرتبك؟ لا والله فهد العنزي. افضل ارتكاز بالكويت رضا هاني ولا طلال فاضل؟ تعدلت؟ لا وتبتوا حقنا. اي رضا هاني ولا طلال فاضل؟ لا شوف، اذا 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 بتكلم على رضا هاني او طلال، بحكم رضا لانه اكثر شيء قاعد العب وياه. طلال لعبت فاضل يمكن لعبت مباراتين معه. يعني تشوف رضا احسن من طلال؟ لا اثنيناتهم نفس الستايل يعني، بس ايه؟ اخترت رضا. رضا. الموهبه الافضل بالوسط القادسية حاليا محمد خليل ولا عبد الله ماوي؟ أقلت لك توهقنا والله، هذا يمكن لو نقي واحد ما حد راح يماشيني باكر. أنت قلت إن ما عندك مشكلة لأي سؤال، وهذا وعد أنت وعدت نفسك فيه أمام المشاهدين. محمد خليل ولا عبد الله ماوي؟ محمد خليل. ضربة جزاء بدية 90 منو تختار يسددها، مساعد ندى ولا بدر مطوع؟ والله الاثنين. لا بس واحد. لا الاثنين. هدف هدف دوري، منو تفضل انه يسدد ضربه الجزاء؟ الاثنين، لان ما شاء الله اثنيناتهم ما يضيعون. يعني بنسبه ادق. مرتاح من داخلك. ما ادق. انا اقول الاثنين والله. يزعلون؟ لا والله بالعكس. اثنين استضفناهم، استضفنا ابو طلال واستضفنا بدر، ما عندك مشكله وياه. شو كلهم الا السؤال هذا، اثنيناتهم يقولون. الاثنين. تفرح اكثر بفوز على الكويت ولا على النادي العربي؟ العربي. على العربي؟ ترتاح باللعب تحت قيادة داليبور ولا نبيل معلول؟ طلعني من السؤال هذا، لأن أنا لعبت مع الاثنين وما عندي أي مشكلة وياهم، فما أقدر. منو قال المشكلة؟ ترتاح أكثر مع منو؟ يعني أنت مرتاح، يعني مع أنت اثنين ممتازين واثنين مرتاح لهم، ترتاح أكثر بنسبة 1% داليبور ولا نبيل معلول؟ لا شوف، هذا يعني احترافين أكثر نبيل معلول. بس حكمت هو، لكن داليبور ممكن فترة التدريب هذه كانت قصيرة، حين يمكن 3 سنين ولا 2 سنين. وضحتها. لا والله لا ما وضحت، انا اقول طيب اثنين. خايف من داليبور ما يلعب؟ لا بالعكس والله. والله بالعكس. ما عندك مشكلة؟ والله. طيب من يترجم له؟ ما حد يترجم له، واللي يعرف عربي ندز له يوتيوب. كمساعد مدرب استفدت اكثر مع منه، طارق خليفي ولا محمد المشعل؟ والله شوف طارق خليفي يمكن ما طول، يمكن شهرين. والله محمد المشعل. محمد المشعل. تتمنى نجاح مشروع فواز الحساوي بالقادسية والموافقة عليه، نعم أم لا؟ نعم. تتمنى أكثر عودة فهد الأنصاري أم عمر السومة القادسية؟ شوف أنت محتاج بالهجوم، بس أنا أقول فهد. يعني أخذت الإجابة بعاطفة؟ لا والله. يعني هذا ردك تقول أنا أقول لك إيه صح، أنا محتاج بالهجوم بس. إيه؟ أنت يعني هذا واقع. بس فهد ميزان ولا قصورهم بلاعبينا، بس اللاعبين اللي قاعد يقدمون الحين بأضعف ظروف اللي يمر فيها القادسية متحملين مسؤولية لاعبين مثل لاعبين الخبرة. نادي خليجي تتمنى تحترف فيه منو؟ نادي خليجي؟ الاتحاد. ليش؟ والله ما عشان فهد. ليش؟ عشان فهد العنزي كل يوم يحط الشالهات ما تلقرني ذبحني، قلت خلاص شكلي ودي اروح له معاد. كل الشكر لك سامحنا على فقرة الون 2.